كما في سوريا كذلك في لبنان. فإذا كانت دمشق مقسومة بين مؤيد ومعارض لنظام الأسد، هكذا أيضا باتت بيروت في مشهد جعل من ساحة الشهداء ساحة مشطورة يتناتشها فريقان، الأول معارض للنظام والآخر موال له. وهذه أبرز صوره في منطقة العزري من الجهة الشرقية لجامع محمد الأمين على بعد نحو 300 متر من التظاهرة المقابلة. هذه التظاهرة التي لم تكن أكثر من رد فعل على تلك الموالية للثورة السورية جاءت بناء على دعوة من حزب البعث العربي الاشتراكي، حضرها مناصرو الحزب من لبنانيين وسوريين ليغيب عنها كما كان معلوما مناصرو حزب الله وحركة أمل، وإن حضرت بعض الأعلام الخاصة بهما، فكان عدد المشاركين أقل بكثير من المتوقع. ما في حدا طلعنا للخير غير الأسد وعيلة الأسد، لازم يطلبوا لنا احتياط، عيب يعني، كفي خلاص، يكفي نطلع على التلفزيونات بس ونشوف جثث العالم، بدنا انسان جيشنا. نحن شعب واحد من ام واحده اسمها سوريا، من اب واحد اسمه بشار الاسد، بشار الاسد الذي سيعلم الزعماء العرب كيف يكونوا الرجال. هذا شعبيا، اما القياده فجددت مواقفها المواليه لنظام الاسد رافعه سقف العداء لكل من يناهضه. لانه هذا المسخ وامثال هذا المسخ يعملون ليلا نهارا على احداث فتنه في لبنان المعروف شو عنوانها، عنوانها سني شيعي. لذلك حزب الله وحركه امل ما بيشاركوا بتظاهرات، ولكن ذهابوا الى طرابلس وفي بيروت وتحضيره الكامل لوجستيا وماديا من قطر والسعودية ولبنان ومن تيار المستقبل، والدعم المعنوي الذي لقاه في امر دبر ليلا من وليد جنبلاط، اعود واقول لهؤلاء انه يا وليد جنبلاط باب عمره اعطاك عمره والاتي اعظم. بالصوره شبهتوه بمشي ديان لوليد جنبلاط، يعني رح ترجع. هذا راي الشباب، راي الشباب، يمكن يكون مشي ديان احلى منه كمان. وزير الداخليه حضر الى ساحه الشهداء تحديدا الى المنطقه الفاصله بين التظاهرتين وابدى ارتياحه للوضع الامني السائد. الوضع الامني كثير ممتاز والاجهزه الامنيه قامت بواجباتها. اللي عجبني انه الروح الديمقراطيه اللي عم بيتحلوا فيها الفريقين رغم انه في حده بالخطاب تبعهم، ونحن حاضرين انه نتعامل مع اي خلل امني باساوي. وكانت وزاره الداخليه نشرت ما يقارب ال 5000 عنصر من قوى الامن معززين بوحدات من الجيش اللبناني لتامين سلامه التظاهرتين اللتين ظل حجمهما اقل بكثير من المتوقع. هذه المرة انتهى الأمر بهدوء وعاد كل إلى قواعده سالما، ولكن ماذا لو تكرر التحرك بناء على دعوات مختلفة تغير حجم المشاركة ونوعيتها؟ عندها سيكون الامتحان الأمني صعب وعواقب فشله أصعب بكثير. من ساحة الشهداء هنادي رحمة، MTV.